دلوقتي يا جماعة احنا بنسلم الموتوسيكل الجديد وبنقول لعبد الرحمن ألف 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 مبروك وربنا يديك شراه. ده الموتوسيكل 2020 الجديد اللي نازل النهاردة. احنا في شهر كام؟ تسعة. في أول تسعة اهوت. تمام، بنقول له ألف ألف مبروك وربنا يتمم لك بخير، وعايزكم تباركوا له كده يا جماعة. تمام أستاذ عبد الرحمن، نبص على الموتوسيكل هنا اهوت ما شاء الله. مرة معاك يا استاذ عبد الرحمن في حاجة في الموتوسيكل ده؟ والله الراجل ده رجولة وما قصرش معانا خالص، طلبنا منه الحاجة زي ما طلبنا بالظبط. اتأخرنا عليك في حاجة؟ لا، على الميعاد، أقل من 24 ساعة واستلمنا المكتب. حبيبي يا محترم، الله يصلح حالك. عيش يا باشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ النهاردة انا جايب موتوسيكل، للأسف كان اخر موتوسيكل موجود قدام مني فجاي متقفل. فطبعا الزبون دلوقتي او صاحب الموتوسيكل جه مني عليه واداني فلوسه ان انا اجيبه له وان انا احضر له الموتوسيكل. فطبعا زي ما احنا شايفين قدام مننا كده ان كل حاجة جاية متقفلة وكل حاجة، بس فيه بعض الملاحظات اللي احنا بنعيد عليها. طبعا لما بجيب موتوسيكل زي دوت لازم اعيد عليه، تمام، واشوف اللي ناقصه ايه، واشوف لو كان في حاجه مثلا جايه مش مظبوطه، جايه معوجه، جايه ناقصه مسمار، جايه اي حاجه. يعني زي ما احنا شايفين كده الضفيره جايه من نص الموتوسيكل من قلب الشاسيه من هنا اهوت. تمام، فطبعا بضطر ان انا بشيل الليله ديت كلها وبرصها من جديد على شغلي الشخصي. تمام، زي ما احنا شايفين الموتوسيكل جاي اوقات قدام مننا، طبعا بيبقى فيه مسمار ناقص، بيبقى فيه حاجه متهويه، مش متربط كويس، مش متشحم. طبعا انا براجع على الشغل ده كله، فانا دلوقتي مصور الفيديو ده مخصوص من اجل ان لو في حد جايب موتوسيكل جديد وجايبه من قلب المعرض متقفل يعرف ايه اللوازم بتاعته او ايه اللي هيبقى مطلوب منه. المطلوب حضرتك دلوقتي ان الموتوسيكل اول لما بتنزله بتقوم فاكك طقم الصاج بتاعه، بتبص طبعا ايه اللي هيبقى تحت طقم الصاج. وخليك معايا كمل الفيديو. طبعا قدام حضرتك دلوقتي كده زي ما انت شايف ان الفيش، بحل الكشاف وببص على الفيش. تمام، حاجة تكون مثلا معوجة، ريشة معوجة، حاجة راكبة مكان حاجة، فبأمن عليها عشان خاطر ان انا برضو مانيش عارف مين اللي مقفل الموتوسيكل ان كان كفاءة او غير كفاءة. ده اول حاجة بعملها، ببص على كهربتي بأمن عليها، دي اهم حاجة عشان خاطر ان انا مجيش اوصل وفي حاجة عاملة قفلة تقوم مولعلي في قلب الضفيرة. طبعا ربك هو الستار، بس برضو احنا بنعمل اللي علينا. زي ما حضرتك شايف دلوقتي الضفيرة برضو انا رجعتها مكانها هنا، اهيت رجعتها هنا مكانها وبقت ورا الفنتر. رصيت لك انا اهوت الضفيرة وبرجع اخش دلوقتي على العجل، بفور العجل، بفور الاكسات. تمام، وبشحم الاكسات. ويا ريت يا جماعه ما تنسوش تدوسهم لايك، اهم حاجه عشان خاطر ان الفيديو دوت يلف وينتشر. تمام، خليكم معايا. دينا اهوت بفك على الاكسات وشحمت الاكس وقفلت تاني. تمام، بحرق برضو هنا اهوت، بجمع كويس. طبعا انا بحرق بالصليبه بس خاطر برضو ان ما تحرقش زياده عن اللازم، ما تحرقش جامد قوي زياده عن اللازم
عشان انت ما تنساش ان انت شغال على ألمونيا دلوقتي. تمام. الاكس النص اهوت برضو ماسك تقيل عشان ما فيش فيه شحم، فهو ضائر مكانه هنا اهوت. فانا بحاول ان انا برضو ايه بسايسه، محلش الصامولة واقوم دايق على المسمار، على سن المسمار لا، والصامولة راكبة، احاول ان اهوي شوية من الصامولة واقوم داخل برضو بالمفتاح اللي انا ماسكه بايديا، اقوم معديه للجنب التاني. وطبعا بقوم معدي الجنب التاني هنا واحاول اشد الاكس، لقيته ناشف شوية او الكلام من دوت، احاول ان انا برضو ايه واحدة واحدة عليه هنا اهوت. فكيت اتفك هنا اهوت. طبعا مش بحط الشحمة على الاكس بس وخلاص واقوم مبيت، لا بحط الاول مكانه من جوه، بشبعه شحم عشان خاطر ان هي تحاول بقدر الامكان تخزن لي الشحم جوه في قلب الآلة، لان ده مكان المقص. المقص ده لازم يبقى غرقان شحم، تمام، عشان خاطر ده اسمه مقص، يعني بيقفل وبيفتح هنا اهو. وبشحم الاكس برضو، يعني الاكس برضو بتشحم، مبقاش يعني شحمت بلعت لها شوية شحم يبقى خلاص، لا بزود لها هنا وقت شحم وببيت مكانه. تمام. وبقوم راجع برضو هنا اهوت وبقفل الصامولة بتاعته. هنا كده الصامولة ربطت اهي. لو انا كنت بقى دلوقتي دقيت على سن الاكس، لو كنت دقيت على السن بتاع الاكس كان زمان دلوقتي اجا بيت الصامولة السن برطش، يبقى الصامولة مش هتبات. طب لو انا دلوقتي حد مثلا دق على السن وبرطش الصامولة، طب حلها ايه بقى؟ ايه حلها؟ اقول لك ان انت ممكن تعمله بمبرد، تاكل السن بمبرد، لا اما تطلع الاكس وتمشيه على الحجر الصاروخ، تمام، تنعم البوز بتاعه. بس بدل ما انا اعمل كل الكلام ده كله، بقوم حاطط الصامولة زي ما هي راكبة، وبقوم مهوي منها شوية وضارب بشاكوش او باي حاجة بالمفتاح، ادق على الصامولة نفسها مش على سن المسمار الاكس. تمام. دي حاجة لازم تخلي بالك منها. تمام. كده احنا شحمنا الاكس اللي قدام وشحمنا الاكس بتاع النص. بنخش على ايه بعد كده؟ بنخش هنا على الاكس الخلفي، بنحل العجلة اللي ورا. وبقدر الامكان لما تيجي تشيل الاكس اللي ورا ما بتشدش على طول كده مرة واحدة، لازم تخبط على الفردة كده، تهز الفردة وتشد من الجنب التاني الاكس عشان يطلع معاك على طول. تمام. زي ما انت شايف كده طلع اهوت. تمام. طبعا هي جاية تمام، مفيش فيها اي حاجة غلط من ورا، جلب وكل حاجة، بس براجع انا عليها، بشحم الاكس على طول اهوت. تمام. بقوم رايح مبيت مكانه تاني. وانا ببيت مكانه تاني دلوقتي زي ما انت شايف كده ببيت اهوت، بشبط الاكس يا دوبك على شعره، بقوم رافع الفردة والجلبة الصغيرة بيتة، في جلبة صغيرة وجلبة كبيرة. الجلبة الصغيرة بتتحط على الشمال مكان الجنزير جنب الجنزير، والجلبة الكبيرة بتبقى في الجنب التاني. طبعا زي ما انت شايف اهوت بيت من الجنب ده، بروح ابيت من الجنب التاني الجلبة. السن هنا اهوت زاد مني، يعني وانا ببيت السن جرى شوية، فلازم اشد من جنب التاني السن. اركب الجنب التاني اهوت، شبطت مكانها وبخش من الجنب التاني بالاكس.
طبعا بديله دقتين كده خالص برضه عشان خاطر ايه، خلي بالك بقى من الشداد عشان الشداد رجع لورا هنا اهوت بقت مكانه عشان ما تقعدش تدق وتعوج الشداد. تمام. طيب الفرده اللي ورا دي بظبطها وانا شغال، بظبطها وانا شغال يعني ما تبقاش رايحه شمال ما تبقاش جايه يمين، بتبقى في نص المكنه. الشداد عمال يخرج مني اهوت وانا ايه عمال احارب معاه شويه. الاكس ظهر معايا هنا اهوت. تمام. بلف الفرده مفيش حاجه دلوقتي بتدقر معايا ولا في اي حاجه معطلاها. تمام. بظبط شداداتي بعمل لها الميزان. هنا حضرتكم كده زي ما انتم شايفين انا قفلت الفرده اللي ورا وحرقت على الاكسات. تمام. وحرقت على الاكس اللي ورا وشديت الفرامل واللافيه اللي هو الشداد. انا بوريك حرقت على المسمارين بتوع 13 اللافيه اللي حضرتكم شايفينه قدام مننا ده. تمام. طبعا احنا كده خلصنا الفرده اللي ورا. تعالوا بقى نشغل ايه تاني، هنعمل ايه تاني؟
بعد اذنكم يا جماعه، يا ريت اللي ما حطش لايك يدوس لايك عشان خاطر الفيديو ينتشر. تمام، وزي ما عرفتكم، ودلوقتي باذن الله انا هضطر ان انا اقفل الفيديو ده دلوقتي عشان خاطر هعمله على جزئين لانه هيبقى طويل معايا شويه. تمام، وما تنسوش تدوسم على الاعجاب، ولو اول مره تتفرج عليا تك اشتراك، وابقى اكمل الفيديو باذن الله في الحلقه الثانيه. واشوفكم في حلقه ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.